سجلت مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 735 حالة قائمة جديدة لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 7393 حالة منها 31 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وأربع حالات في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حاله وفاه واحده خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي الف وثلاثين حاله اضافيه